المفروض أن ألقي كلمة المفوض، ولكن أنا بتكلم في شيء ثاني اللي هو الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. بسبب أن ألقت الأخت كلمة الأمين العام، فما أعتقد، أعتقد أن كلكم ممكن تشوفونها في الفيديو. الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، هذه وثيقة تاريخية مهمة جدا في تاريخ حقوق الإنسان، وقد صيغت في باريس عام 1948 في 10 ديسمبر قبل 69 عاما. طبعا في هذا الإعلان هناك 30 مادة يجب أن نحاول نحن أن نحافظ عليها ونطالب بها جميعا لأنها حقنا نحن. سأتكلم عن أهم المواد. المادة 1، المادة تقول أن يولد جميع الناس أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق، وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعضا بروح الأخاء. هذه من أهم المواد. المادة الثانية تتكلم أن لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات الموجودة في الإعلان دون ما تمييز، لا بواسطة تمييز العنصر، الدين، اللون، المذهب، جميع يجب أن نكون سواسية. المادة 5، طبعا ما بقدر أقول لكم 30 مادة، بقول لكم أهم المواد عدد قليل فقط. المادة 5، لا يجوز إخضاع أي أحد للتعذيب أو للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو الحاطة بالكرامة. يجب أن نحافظ على جميع المواد مثل ما قلت لكم وأن نطالب بها. المادة 7، الناس جميعا سواسية أمام القانون وهم يتساوون في حق التمتع بحماية القانون دون تمييز. نرجع لموضوع التمييز، يجب أن نصر على أن ينتهي التمييز في أي دولة. أنا أتكلم عن البحرين، أتكلم عن جميع الدول. التمييز من أهم الأشياء اللي يجب أن ينتهي، لأن التمييز هو الذي يوصل الناس. لما يكون في تمييز بين البشر في أي مجتمع، لما يكون في تمييز طبعا يرفضه المجتمع وتقوم في وتسبب لثورات، يسبب لأن يكون في ظلم. فالتمييز من أهم الأشياء اللي يجب أن نطالب بإنهائها مباشرة. المادة 7، الناس، لا، المادة 9، لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفيا. المادة 10، لكل إنسان على قدم المساواة التامة مع الآخرين الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة محايدة بإنصاف وعلنيا للفصل في حقوقه والتزاماته في أي تهمة توجه إليه. المادة 11، كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن يثبت ارتكابه لها قانونية في محكمة علنية وعادلة وحيادية تكون قد وفرت له جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه. المادة 13، لكل فرد حق في حرية التنقل وفي اختيار محل إقامته، ولكل فرد حق في مغادرة أي بلد بما في ذلك بلده والعودة إلى بلده. المادة 15، لكل فرد حق التمتع بجنسية ما، ولا يجوز تعسفا حرمان أي شخص من جنسيته ولا من حقه في تغيير جنسيته. المادة 18، لكل شخص حق في حرية الفكر والوجدان والدين، ويشمل هذا الحق حريته في إظهار دينه ومعتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم بمفرده أو مع جماعة. المادة 19، لكل شخص حرية التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها أيضاً إلى الآخرين. المادة 20، لكل شخص حرية في الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السياسية.
المادة 21 الحرية في حق المشاركة في إدارة الشؤون العامة لبلده، أما مباشرة أم بواسطة ممثلين يختارون في حرية تامة. وآخر مادة سأذكرها هي إرادة الشعب هي وجود سلطة الحكم، ويجب أن تتجلى هذه الإرادة من خلال انتخابات نزيهة تجري بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت بضمان حرية التصويت. نهاية، صادفت الذكرى 69 لهذا للإعلان قرارا خطيرا جدا اتخذته الإدارة الأمريكية متمثلة في اعترافها بالقدس كعاصمة لإسرائيل في تعارض صارخ من مع الشرعية الدولية التي تمثلها قرارات الأمم المتحدة. إن هذا القرار سيقود إلى المزيد من الانتهاكات في الأراضي الفلسطينية ونرفضه جميعا، ونتمنى في هذه المناسبة احترام حقوق الإنسان وحقوق المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان والتوقف على التضييق عليهم، ونتطلع بالمناسبة هذه إلى احترام واسع للقيم التي رسخ الإعلان العالمي وتحسين أوضاع حقوق الإنسان في وطن الحبيب البحرين. وأتمنى العام القادم في الاحتفال 70 أن يكون معنا وجوها حقوقية بارزة افتقدناها، أتمنى أن يكونوا معنا. شكرا جزيلا.